أهلا بيكم مشاهدي قناة أغابي في كل مكان. معنا النهاردة راعي نبيل من رعاة عمانوئيل، مدبر حكيم لكثيرين، مرشد أمين على مر السنين، وعمود من أعمدة كنيستنا، ومنارة مضيئة لهذا الجيل. محبوب من الكل، صاحب القلب الكبير والوجه المنير. معنا الآن نيافة الحبر الجليل الأنبا برقام مطران إبرشية الفيوم ورئيس دير الملاك غبريال العامر بجبل النقلون. أهلا بنيافتك. أهلا بيك. شكرا لك. أنا سعداء بيك وبوجودكم في دير القديس الأنبا أبراهام بالفيوم. مرسي خالص يا سيدنا. شكرا لك. سيدنا نيافتك تولدت في قنا سنة 1950 وتخرجت من كلية الكليركية سنة 1975، وكمان على طول تمت سيامة نيافتك راهب سنة 1977 على طول. بعدها بسنتين رحت الدير على طول. ده أكيد كان في ترتيب لكده بقى يا سيدنا. وأنا في الإكراركية كنت بروح خلوات في الدير. أوكي. دير الأنبا بشوي. وكمان بعدين تمت سيامة نيافتك أسقف على إيد البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات سنة 1985 في عيد العنصرة. 2/6/85. ايوه 2/6/85. ونيافتك يا سيدنا شاركت في لجان كتيره قوي وفي حاجات كتيره قوي في خلال السنين، وما زال الموضوع ده لغايه دلوقتي. منها مثلا سيدنا لجنه الايمان والتعليم والتشريع، وكمان نيافتك عضو في لجنه الرهبنه، وكمان سابقا كنت في لجنه العلاقات الكنسيه، ودلوقتي تمام. مسؤول عن دير القديس مكاريوس بالريان. تمام. حاجات كتيره قوي يا سيدنا. وقعدت كمان تمام. مشرف 15 سنه كامله دير تخميم. دير تخميم القديس الانبا توماس، ودير السيده العذراء في اخميم، ودير الملاك ميخائيل في اخميم. دي حاجه بس كنت بقدر اروح كتير، لكن لما لقيت نفسي مش قادر قدمت اعتذار لسيدنا البابا، ونشكر ربنا بمحبته قبل الاعتذار وعين دلوقتي اب اسقف مسؤول عن الدير. بس نيافتك يا سيدنا سبت دي وشاركت في حاجات تانية كتير قوي يا سيدنا، منها مثلا يا سيدنا لجنه القنوات الفضائيه ما زالت موجوده. لجنه القنوات الفضائيه يعني المسؤول المالي بتاعها. اوكي سيدنا. وكمان لجنه كمان الاسكان الخاص. نيافتك دلوقتي هي اللجنه دي كان فيها المتنيح الانبا بشوي وانا، احنا الاثنين كنا مع بعض بس، ودلوقتي نيافتك مسؤول. قلت لسيدنا يشوف لنا حد، لكن لسه مشغولياته كتير، فان شاء الله هيعين. دي عملها كانت مخصصه وما زالت مساعده الاسر المحتاجه اللي ما عندها سكن، ومقيمين في سكن مشترك مختلف. يعني كنا بنواجه مشاكل في مصر كلها، لكن في الاكثر في القاهره. عائلات بيبقى سكنها لسبب ما يتهدأ او يحصل تغيير، فيسكنوا في شقه في اوضه مع ناس ما يعرفوهمش، ودي بتعمل مشاكل، سواء يعني مختلفين في الدين، مختلفين في الموطن، ده من بلد وده من بلد، بتبقى عامله مشاكل كتير. ودي في كل انحاء مصر سيدنا؟ في الاكثر في القاهره. في القاهره. اوكي. فكنا بنلاقي مثلا اسره من راجل وست وابنه وفي اوضه وناس ثاني جنبهم، بتبقى مشكله طبعا في الحياه. فدي هي اللي ليها اولويه، واللجنه بتحاول الكنيسه بتاعته تشارك واللجنه تشارك بجزء ويتوجد له سكن يعني. وكمان نيافتك يا سيدنا كنت في لجنة كنيسة السيدة العذراء بالمناهرة. هي ما زالت في لجنة مكونة من نيافة الأنبا بشوي، أنبا سربومون، أنبا بولا، أنبا أرمية، وأنا معهم. المسؤول المالي عن الكنيسة، لأن الكنيسة مشتركين فيها 6 أبرشيات، يعني مالياتها البركه اللي بتيجي سواء في الصناديق في الدفاتر في اي جهه بتتوزع على 6 ابرشيات، فالمهمه دي باخد بركتها، تتحط البركه كلها في حساب
ويتكتب شيكات كل فترة باسم الآباء الأسقف اللي لهم نصيب في الأبرشين. حلو قوي سيدنا. بس مش بس كده سيدنا، نيافته كمان النائب البابوي لبرشيت انا بعد نياحة الأنبا مكاريوس. ده خدت بركتها يعني بعد ما سيدنا تنيح، أبا مكارس تنيح، كنت بروح لأنا وكذا. نشكر ربنا تقسمت أربع أبرشيات، أنا ونقادة وقوص ودشنا والبحر الأحمر. ده جميل قوي سيدنا. بس خدت بركتهم. يعني إزاي سيدنا نيافتك بتلاقي كل الوقت ده وتعمل كل الوقت ده؟ يمكن كان في صحة وفي وقت ومازال دلوقتي سيدنا. خلاص يعني مازال سيدنا. آخر حاجة خدت بركتها يمكن سكرتير لجنة ترشيحات البطريركي. دي حاجة كبيرة قوي سيدنا. كان أنبا بخميس رئيس اللجنة، وفي 13 عضو من الآباء المطرنة ومن المجلس الملي. أنا كنت سكرتير اللجنة. طب أنا أكيد يا سيدنا نسيت حاجات كتيرة قوي من أعمال نيافتك الكتيرة طبعا. لا مفيش أعمال. لا يا سيدنا إزاي، هتيجي طبعا هنتكلم عليها سيدنا. نرجع بقى شوية سيدنا لطفولة نيافتك، وعايزين نعرف لو في اي مواقف كده حلوه اثرت في شخصيه نيافتك لغايه دلوقتي لما كنت طفل. يعني يمكن في الطفوله ما تذكرش كتير، لكن الكنيسه ما كانش ليها دور غير القداسات والتربيه الكنسيه، بالذات في المرحله الابتدائي واعدادي. لكن دور الاسره هو اللي كان ليه دور واضح، وهو اللي كان بيقرب للكنيسه. الكنيسه يعني ندخلها للقداس، تربية كنسية يوم في الأسبوع، غير دلوقتي. دلوقتي في أنشطة كتير. طبعاً. ابتدى في ثانوي يمكن يبقى في نشاط أكتر في الكنيسة. ونيافتك دلوقتي سيدنا في الإبرشية عندك نشاطات كتيرة قوي للأطفال. نشكر ربنا ببركة الآباء الكهنة والخدام والخادمات. يعني النشاط الحمد لله. طب مرحلة الشباب يا سيدنا، لأن نيافتك كنت يعني كنت قلت في أول الحلقة إن نيافتك كنت بتفكر في الرهبنة أو الكليريكية. فقول لنا عن الحكاية دي. هي بدأت فكرة الرهبنة من تانية ثانوي. بدري أوي سنة. وأب اعترافي في الوقت ده أبونا تمساوس محروس الله يناح نفسه، لما لقى إنه في رغبة جديدة وجهني للكليريكية. قال لي خلاص كأنك دخلت الدير، روح الإكريركية وكمل فيها. وكملت فيها. وأنا في الإكريركية كنت بتردد على دير الأنبا بشوي، سريان، الأديرة كلها زرتها، لكن ارتحت لدير الأنبا بشوي. بس نيافتك يا سيدنا فضلت الكلية الإكريركية عن كلية التجارة. هو جاء تنسيقي كلية التجارة، بس أنا رحت الإكريركية. طب وموقف الاهل كان ايه في الحاله دي؟ يعني ما كانوش مرحبين لكن سابوني. واحد بس اللي كان معترض، والاخ الاكبر كان زعلان والحمد خلاص. لله. ونيافتك يا سيدنا بقيت الانبا برقام، بس ايه سر اسم الانبا برقام في حياه نيافتك؟ هو في الاسره كنت بقى اشوف انه الانبا برقام شفيع كبير عندهم، ولما دخلت الدير كان شفيع الأنبا بشوي وأنبا برقام. لكن لما جت الاختيار في الرسامة هم شعب الفيوم اللي اختاروا الاسم، أنا ما اخترتش. الأنبا برقام اختاروا. فأنا فرحت طبعا، لأنه الفيوم أنبا برقام فيها بركة كبيرة، وما كانش لي اختيار لا في المكان ولا في الاسم. حتى ما كنتش اعرف حكايه الاسقفيه دي نهائي الا في يوميها. بس بركه كبيره قوي سيدنا. يعني سيدنا البابا الله يناح نفسه، انا كنت في الاكريركيه المعيد بتاعه، مساعد في امتحاناته وفي الاسئله. ووقت الامتحانات كان بنروح نحط الاسئله مع بعض واقضي له الموضوعات اللي درسها. فالوقت ده كان فيه اختيار الأسقف، فهو بعت لي، أنا افتكر أنه عشان نحط الأسئلة، وكنت قاعد مستني. وبعدين هو سأل السكرتارية فين فلان، لأن أنا كنت مدرس في الإكريركية، فقالوا له هو موجود. لا موجود، تعال ادخل. فدخلت
لقيت مجموعة من الآباء الكهنة ومجموعة من الشعب، ومن غير ما أعرف قالهم هو ده اللي أنا قلت لك عليه وسابني ومشي، وأنا برضو مش فاهم إيه اللي بيحصل. فلقيت الآباء الكهنة والأعضاء المجلس الملي من البرشية مبروك علينا مبروك علينا، بس استنوا أنا مش عارفكم مين وبتقول له إيه. وبعدين عرفت بقول لسيدنا طب سيدنا مش كنت تقول لي؟ قال لي ما انا لو قلت لك كنت لوحدنا كنت هتعتذر، لكن انا عارفك مش هتعتذر قدام الناس. خلاص ونيافتك سمعت كلام البابا نشكر بقى طبعا، لانه كان اتعرض علي خدمه قبل كده بس انا اعتذرت. اتعرض علي الخدمه في بورسعيد مع سيدنا انبا تدرس اول مدرسه، احنا كنا مع بعض رهبان. اتعرض علي خوري ابسكوبس في المنيا قبل المتنيح انبا كرولوس واعتذرت، وبعدين طلب ان اروح الامارات ما كانش فيها كنيسه فاخدت بركاتها لمده 6 سنين ونص. بمناسبه الامارات يا سيدنا، نعم. نيافتك هناك اسست كنيسه، بس الكنيسه دي كانوا بيقولوا عليها ان الكنيسه دي متأجرة، يعني ايه كنيسة؟ كل الكنائس متأجرة كانت، ما كانش لينا كنائس ملك الكنيسة الأرثوذكسية. يعني أي إمارة، هما إمارتين اللي كان فيهم كنائس كاثوليكية وإنجيلية، فكنا بنأجر الكنيسة منهم ساعتين في الأسبوع للقداس، ساعتين للاجتماع بالليل وخلاص، ده اللي كنا نقدر نعمله. وكان في 6 7 إمارات نروح نصلي فيهم، وفي إمارات كنا بنصلي في بيوت. بس نيافتك خدمت كتير قوي يا سيدنا وأسست الخدمة هناك في الإمارات. هو أول واحد عمل قداس هناك المتنيح أبونا أثناسيوس المحراي، كان كاهن في الكويت، راح مرة أبو ظبي وعمل قداس في الكنيسة الكاثوليكية، وده خلى الناس يفكروا احنا طب ليه ما نكونش زي الكويت وعايزين، وطلبوا من قداسة البابا وربنا دبر وفعلا رحت. فاخدت سنتين لوحدي الف الامارات كلها، ابو ظبي، دبي، العين، الشارقه، الفجيره، عجمان، كل البلاد دي. وبعد كده ربنا دبر امبلوكاس جه واستقل في دبي، وانا كنت بركز في ابو ظبي وبقيه الامارات قسمناهم. لكن دلوقتي في كنايس مفرحه واباء كتير، يعني اكتر من 6 7 آباء في الامارات نفسها. وكنا نروح سلطنه عمان كل شهرين مره او 3، ودوله البحرين. دي كانت لفه كبيره قوي سيدنا، يعني المنطقه ما كانش فيها خدمه خالص. حاولنا نروح السعوديه واليمن بس كانت صعبة، وقطر قطر كانت أصعب منهم. يعني خدت فيزا للدخول مشروطة بشرط ما فيش ملابس كهنوت. كلمت قداسة البابا قال لي لا ما فيش عين، لكن نشكر ربنا في كنيسة كبيرة في قطر دلوقتي الظروف بتتغير لأحسن. نشكر ربنا. سيدنا نيافتك لما جيت هنا وكنت وبقيت اسقف على يعني مطران كمان على الفيوم، هو الاول اسقف مطران دي يضربك يعني من كم شهر. بس نيافتك سيدنا كان جسد الانبا برقام مش بيطلع خالص للناس. نيافتك شفت رؤية دي اللي خلت هي جت كده الحقيقة. الجسد كان في الكنيسة تحت المذبح ابو سفين، تحت مذبح ابو سفين بالظبط كده. فكانت بتحصل احيانا مواقف محرجة، رحلات بيجوا وعايزين ياخدوا بركة الأنبا أبراهام وإحنا بنصلي قداس. مرة كنت بصلي قداس وسيدة مريضة على كرسي وعايزة تدخل تاخد بركة الأنبا أبراهام، يعني تدخل الهيكل. طب يا ماما استني حتى دخول الهيكل مش صح، لكن استني عشان نظرا لظروفك المرضية بعد القداس، لا الرحلة ماشية دلوقتي. فده خلاني الحقيقه انه لازم يبقى في تفكير وحل للموضوع ده. بالاضافه عايزين نعمل احتفال للانبا ابراهام وتطيب الجسد. طيب الجسد على المذبح ازاي والناس تاخد بركه ازاي؟ فعرضت الفكره على قداسه البابا. قلت له لو عملنا مزار للانبا ابراهام واتنقل الجسد
في مكانه بحيث يبقى كل واحد يزور وياخد بركته واحنا نقدر نطيبه ويبقى تتلم الحاجات اللي كان بيستخدمها وتتعمل في متحف. هو قال فكرة جميلة وحلوة بس تقدر توصل للجسد ازاي؟ قلت له هو معروف انه الجسد في مكانه ونقدر نفتح ونشوف. قال لي طب افتح الاول وشوف ورد عليه وقول لي ايه. كان محطوط في التفوس تحت المسبح؟ اه. فتشوف تختار مين؟ قلت له طبعا اللي ليه الاولويه ان يفتر امبادوماتيس مطران الجيزه. قلت له هو يعني فرحت لنيفتر امبادوماتيس. قال لي لا انا مش هقدر. فرجعت لسيدنا بابا وقلت له نيفتر امبادوماتيس اعتذر. وبصراحه انا مبسوط انه اعتذر مع اني كنت بتمنى اخد بركته لكن كنت خايف من نقطه يقولي اخد نص جسد الانبا براون. لكن غير كده طبعا ده ابوي وكنت اتمنى يكون هو اللي موجود. قال لي طب تختار مين تاني؟ قلت له ممكن يفتر انبا بنيامين هو يحب الطقوس و يعني مش صح. قال لي خلاص روحوا افتحوا وشوفوا. ففعلا في ليله من ليالي الصوم الكبير صلينا قداس وتسبيحه بالليل وما كانش في حد معانا غير اتنين اباء كهنه ابونا الوكيل ابونا ميخائيل وابونا يوحنا كاهن كنيسه العذراء وقفلنا الكنيسه واحنا الاربعه بس. وفتحتوا الجسد؟ وفتحنا المكان لقينا الصندوق ما زال هو موجود دايب شويه لكن زي ما هو موجود. اه ما قدرناش نفتح. احنا نقلنا الصوره لقداسه البابا قلنا له كذا كذا كذا. قال خلاص كده يبقى كويس اعملوا صندوق اقوى من الصندوق الموجود وبعد كده يتنقل الامانه اللي موجوده في الصندوق القديم في الصندوق الجديد عشان يستحمل الحركه يستحمل التطيب والصندوق القديم احتفظوا فيه. وفعلا نفذنا كده ودلوقتي هو موجود هنا سليم. اه جسد الانبا براون موجود وبنحتفل بيه والصندوق القديم برضه محتفظين بيه هنا برضه سيدنا كل المقتنيات محتفظين بيها هنا. دي حاجه بركه كبيره قوي قوي سيدنا. المقتنيات يعني ما لقيناش حاجه في الدير ولا في المطرانيه لكن لقيناها عند العائلات. العائلات؟ كل واحد كان عنده حاجه وبمحبه كده ولما شافوا المتحف محتفظين بالحاجات حطوها كلها في مكان وكان عندي منديل اللي كان بيجيب حاجه كنت بديله جزء من المنديل. وفي التونيا ليها قصه مكافاه. مكافاه لا يعني هو عايز يحتفظ بجزء بركه فاقول له خد جزء من المنديل وادينا الصليب اللي عندك مش هتعرف تعمل بيه حاجه ادينا ده ادينا ده. ابناء المتنيح ابونا قسطنطين موسى كاهن العذراء في الزيتون ده لي قصة. أبونا موسى والدته ما كانتش بتخلف فجم للأنبا براون وقالوا له ما عندناش أطفال ونفسنا يكون عندنا. فقال لهم السنة الجاية ربنا هيكون اداكوا ولد وتيجوا تعمدوه. ففعلا جابوه وعمدوه وهو بيعمده الأنبا براون اداله التونية بتاعته يعني خلع التونية وادها لمامته قال لها خليها للولد ده هيطلع حلو. فابونا موسى خلاها معاه طبعا بعد ما كبر استلمها وكان بيصلي بيها في العذراء في الزيتون. بعد ما تنيح اولاده احتاروا يعملوا ايه في التوني. فبنت ابونا جات لي وقالت لي احنا عندنا حاجه ومش عارفين نعمل فيها ايه. عندنا تونية الانبا براون ودي كانت عزيزه قوي على بابا ومحتفظ بيها وبيصلي فيها بمناسبات معينه واحنا نفسنا ناخد بركتها نعمل ايه؟ قلت لها تاخدوا بركتها تجيبوها هنا في المزار ولما تحبوا تيجوا تجيبوها لكن انا عندي نص منديل اديه لكم قطعوه براحتكم للاولاد وللاحفاد وادونا الثانيه. اعرض عليهم وفعلا عرضت على اخواتها وهم رحبوا بالفكره وقالوا خلاص احنا موافقين وجابوا الثانيه ومحفوظه ما زال في المزار.
بتحب الأنبا برقم قوي سيدنا؟ بحبه لأنه هو محبوب، إنسان بسيط وطيب وفضائل. الفضائل يمكن اللي بصلها يحس إنها سهلة لكن صعبة. يعني حب العطاء ده مش كل إنسان يقدر. الناس بتعطي، لكن لدرجة إنه كل اللي عنده يقدمه دي صعبة. يعني أنا حاولت أجرب حاجة استحالة، زي مثلا أنبا إبراهام اللي يديله فلوس كان يحطها تحت المخدة. حد تاني يجي يقول له أنا عاوز فلوس، يقول له اتفضل خد اللي عاوزه تحت المخدة. دلوقتي صعبة، أنا مش هقدر أقول لواحد تعالى خد الفلوس اللي عندي، مش هقدر، لأنه في التزامات كتير، وممكن اللي واقف وعاوز في ناس محتاجة أكتر منه، والخدمة محتاجة، فمش هقدر أقول له أعمل كده. رغم أن حبي للعطاء أتمنى في مرة ما لقيش حاجة عندي، زي ما كان الأنبا إبراهيم يقول له تلميذه عندك، يقول له ما فيش، نستنى لما ربنا يبعث. دي صعب تحقيقها، صعب تحقيقها. الكتاب المقدس يعني كان جزء أساسي في حياته، وكان بدل العظات وبدل الكلمات ياخد يوميا ساعتين يقرأ الكتاب المقدس في الكنيسة، وهي بداية الاجتماعات، والناس تدخل كل واحد عنده وقت يحضر اللي بيقراه سيدنا، واللي عنده سؤال يسأله، ما عندهوش بيسمع قراية الكتاب المقدس ساعتين، وده كان بيخليه يقرأ الكتاب المقدس كل 40 يوم مرة. صح، أنا حاولت أعملها، يمكن عملتها مرتين ثلاثة أربعة، لكن عشان أصل الكتاب المقدس كله، عهد قديم وعهد جديد، وحتى الأسفار اللي حذفها البروتستانت في 40 يوم كتير. صعب. هو كان يعني إزاي بينفذها؟ طبعا ربنا بيديله بركة خاصة. طبعا يا سيدنا. طب سيدنا، ليه دير الملاك أبو خشبة اتسمى بالاسم ده؟ الحقيقة أنا بحس فيها في المخطوطات وفي الكتب. في ناس كانوا بيقولوا كلام طبعا صعب الاقتناع بيه، يقولوا كان في خشبة في الدير بتنزل زيت للرهبة وقت ما يكون الدير ما فيهوش إمكانيات، في خشبة بتبين النيل فيه مية كتيرة ولا لأ. كل دي حاجات يعني الرهبان في الدير مش محتاجين للزيت بس، لو ربنا هيهتم بكل احتياجاتهم هينزل لهم دقيق من الخشب، هينزل لهم لحمة، هينزل لهم أي حاجة فول. لقيت أنه التاريخ بيأكد أنه قبل دخول العرب مصر كان في جزء من الصليب المقدس في مصر. يعني الصليب المقدس بتاع السيد المسيح اتقسم على أربع أماكن: كرسي أنطاكيا، كرسي أورشليم، كرسي روما، كرسي اسكندرية. فكرسي اسكندرية كانوا محتفظين بيه في القاهرة. أوكي. في القاهرة. في دخول العرب مصر خافوا على أعز حاجة عندنا، هو الصليب المقدس. فدير الملاك كان من الأدوار البعيدة اللي ما حدش يعرفها كتير، فجابوه وحطوه في الدير، وحطوه في حيطة من حوائط الكنيسة، وما حدش يعرفه. عشان نعرفه يبقى لازم نهد الكنيسة، احنا مخلينه بركة، وفي يوم من الأيام أكيد ربنا هيكشف عنه. يعني لغاية دلوقتي سيدنا ما حدش يعرف فين ما حدش يعرف، لكن اللي معروف إنه خشبة الصليب بتاعة كرسي اسكندرية موجود في دير الملاك، في حائط من حوائط الكنيسة، ولسه ما ظهر. فعشان كده سموه دير الملاك أبو خشبة، نسبة لخشبة الصليب. وفي وقت من الأوقات الدير كان مهجور، وهنا في الفيوم متعودين أن يحتفلوا بثلاث أيام في عيد الصليب، والناس كده تلقائيا يجوا يباتوا في الأديرة. عملنا لهم كنيسة الصليب المقدس، وكان بيجوا هنا وما زال بيجوا هنا في عيد الصليب، ياخدوا ثلاث أيام.
ونيافتك بتفتح الدير لكل الناس تيجي ايام السبت. حلو قوي سيدنا. بس سيدنا الدير الملاك ابو خشبه طلع شهداء كتير في وفي عصر نيافتك لما كنت اسقف هنا وكمان مطران. يعني سنه 90 اكتشفنا ما يقرب من 20-30 شهيد. لكن معروفة الفيوم فيها شهداء كثيرين بس للأسف مش معروف تواريخهم. لكن لقينا أباء رؤساء أديرة وأباء أسخفة بلبسهم في المتحف تقدر تشوفوا الحاجات دي. لقينا سيدة وطفلها كانوا موجودين في وقت الاستشهاد وحتى خانقين الطفل والطفل مطلع لسانه وجسده كامل موجود في الدير ومامته جنبه ومعاه حاطينهم في صندوقهم الاثنين. لان احيانا الناس تسال طب دي الرهبان ايه جاب الست دي هنا؟ فبنقول لهم دي كانت موجوده وقت الاستشهاد والناس قتلوهم او خلوهم يستشهدوا معاهم. بس ازاي نيافتك سيدنا لقيت الشهداء دول؟ احنا كنا بنبني اوضه وفحته وعشان نعمل الاساسات لقينا الاجساد دي فاخدناها وشلناها حفظناها في مكان بعتناها برضو ناحيه طبيه يشوفوا دي ايه لانه فكانت التحاليل جت انه دول في القرن العاشر وكل واحد واضح طريقه استشهاده ايه. فيهم واحد مكتفينه بالحديد، واحد محروق بالنار، واحد مخنوق، واحد مقطوع رقبته. تقريبا لقينا 13 جسد كامل والباقي كله رفات. بنوزع من الرفات اما ال 13 محتفظين بيهم في صناديق. واحد في المطرانيه، واحد في كنيسه العذراء، واحد في كنيسه مارمينا في الفيوم، اتنين هنا في العزب والباقي في دير الملاك. بركة كبيرة قوي قوي سيدنا. بركة كبيرة. بركة كبيرة. شكل الفيوم يا سيدنا ان هي بلد مسيحية عريقة وكمان جه زلزال 92 كمان أثر على الكنايس. فازاي نيافتك تعاملت مع الكنايس دي؟ هل رممتها وازاي كانوا الشهداء موجودين فيها؟ زي يعني نيافتك برضو أخدت استخرجت الشهداء دول بعد الزلزال كده. الكنيسة هنا مرت بأوقات صعبة قوي. هو الفيوم معروفة أنها فيها مسيحية قوية من القرون الأولى ورهبانة تعادل رهبانة وادي النطرون درجة أنه كان التاريخ بيحكي أنه في أكتر من 35 دير في الفيوم. و قداسة البابا في زمن جه زار الفيوم في الزمن القديم يعني كان فيه مستقبلين 20,000 راهب و10,000 راهبة. أنبا أنطونيوس من كثرة الرهبان في الفيوم جه زار الفيوم مرتين ولي رسالة قوية الرسالة العشرين مخصوصة لرهبان الفيوم. فيعني ليها تاريخها المسيحي ده من ناحية التاريخ. الأديرة اللي موجودة مش كتير لكن بس اللي جواها كتير. يعني نشكر ربنا. نشكر ربنا. الزلزال ده أثر على كل بلاد مصر لكن الفيوم أثر كتير لأنه الكنائس كان ليها فترة ما فيهاش جديد. فغالبا أكتر من نص كنائس الفيوم اتبنت من جديد. ونشكر ربنا الدولة ساعدت بجزء ماديا وقداسة البابا شنودة ساعد بجزء ماديا والبلد قامت بالباقي. يعني يمكن في الوقت ده أكثر من 15 كنيسة اتبنت جديد. يا سيدنا نشكر ربنا. نشكر ربنا كل الخير. طبعا طبعا. يوميها أنا كنت رحت لسيدنا البابا وزعلان متأثر بقول له عندنا 15 كنيسة وقعوا ما ينفعش فيهم الترميم. قال لي كل الخير كل الخير. خلاص كل الخير. حلو قوي يا سيدنا. بس كمان يا سيدنا في حديقه الفلك هنا عند نيافتك في الفيوم. ايه حكايه حديقه الفلك؟ اوكي. دي بصراحه يعني انا بحب اشوف الاطفال
واشوف ايه اللي يسعدهم وايه اللي هم محتاجينه. فمره معايا طفل كده وبقول له انا هتغدى، تيجي تتغدى معايا؟ عاملين لي فرخه. قال لي انا باكل فرخه وماما بتعملي، بس عمري ما شفتها. فنيافتك قلت ده لازم. قلت له يعني انت لو شفت فرخه ماشي فوت؟ قال لي ما شفتهاش ولا اعرفها. قلت له طب ايه رايك لو عملنا لك فراخ هنا وتيجي وتشوفها وقطط وبوبيهات ومش عارف ايه؟ اتبسط بالفكره. فقلت للتسوني دميان عايزين نعمل حديقه حيوانات هنا، هي برضو ليها محبه للطيور والحاجات دي. فنشكر ربنا واطفال كتير يحبوا يجوا. موجوده في الدير هنا سيدي؟ موجوده حديقه الحيوانات موجوده. يعني تعادل حديقه الحيوانات اللي موجوده في الفيوم. احنا عندنا تاني حديقه حيوانات بعد الجيزه في الفيوم. هنا دي اعتبر الثالثه. ففيها حاجات كتير والاطفال بيشوفوا الحاجات على الطبيعه، لانه ما بيقدروش يروحوا اي حديقه ولا يعرفوا حتى اسماء العصافير، اسماء الطيور، اسماء ما. يعني يفتك موفر لهم ترفيه وثقافه طالما في مكان وفي امكانيات. ليه لا؟ صحيح. ليه لا؟ صح. عندنا الكرمة 13 فدان فيها كل الملاعب للاولاد وفيها حمام سباحه. ده كمان يعني حديقه الفلك وكمان الكرمة؟ دي مكان ودي مكان. اوكي. فالاطفال بيجوا العائلات لانه ما بيلاقوش مكان يروحوا فيه، عايزين يقضوا ساعتين ثلاثه مع بعض وهم مرتاحين، الاب والام في مكان ومطمئنين على اولادهم واولادهم بيلعبوا. بس نيافتك سيدنا مهتم قوي بكمان خدمه الاطفال. ما هم دول رجال المستقبل. صح يا سيدنا. يعني لو ما اهتمناش بيهم دلوقتي مين اللي هيقود الكنيسه بكره؟ لازم يكونوا هم في الكنيسه من دلوقتي. حلو قوي. وامهات المستقبل هم بناتنا دلوقتي. بس سيدنا حديقه الكرمة ممكن اي حد يدخلها ولا باشتراك ولا ايه؟ هو في لجنه، يعني انا بحب كل حاجه يبقى ليها لجنه هم ينظموا، بس اتابع من بعيد لكن اسيبهم ياخدوا قراراتهم. هي دي الاداره سيدنا. فهم اللجنه بينظموا، فيه اشتراك سنوي وفي للرحلات مثلا اللي جاي من اي محافظه وعاوز يدخل، ما نقدرش نقول له اعمل اشتراك، ففي رسوم ويدخل ويتمتع بالمكان ويتبسط. في تخفيضات للاباء الكهنه، تخفيضات لاخوه الرب سواء من الفيوم او لاي حته تاني. يعني لو رحله جايه لاخوه الرب ما يتعملش زي رحله عادية من الكنيسة جاية، يعني دول ليهم امتياز عنده. نرجع بقى سيدنا تاني لنيافتك، ومين الشخصيات اللي أثرت في حياة نيافتك عشان تخلي نيافتك دلوقتي مطران مهتم بكل اللجان دي، مهتم بكل الخدمات دي، مهتم بالأطفال والشباب والمطرانية والوقت ده كله، ازاي نيافتك بتنظمه؟ مين اللي أثر في شخصية نيافتك كده؟ يعني في الصغر أول أكتر واحد بابا. كنت بحب انه اشوفه يروح الكنيسه ويخدم على قد ما يعني يسيب خدمته، وكان راجل اعمال ناجح، ومع هذا الاقيه يروح يشارك الشباب اللي بيعمل قربان ويعمل القربان معاه، وهو اتعلم الصناعه دي والشباب حتى كان يعني يستفيد بخبرته. ممكن في وقت فاضي يوم الحد بالنسبه له ده بيبقى فاضي لانه عنده الناس بيشتغلوا معاه، ياخدهم ومن يوم السبت بالليل ينظفوا الكنيسه في القريه.
فده حببني في الكنيسة وقربني ليها. دي بداية صغيرة. لكن من تانية ثانوي أو في نهاية أولى ثانوي اتعرفت على أبونا تيمساوس محروس، وده كاهن مبارك في السماء دلوقتي. تلاميذه عدناهم مش أقل من 20 أسقف ويمكن 50 كاهن. ده الكلام ده من زمان، يعني يمكن 5-6 سنين كنا بنعد، دلوقتي أكتر. لكن هو خدم ثلاث محافظات: محافظة سوهاج، محافظة قنا، محافظة أسوان. كتير. ومعروف في قنا طبعا أب جليل وحلو. اتعلمنا الخدمة منه، وإحنا رغم أنه صغير كنت في تانية ثانوي، ويدفعنا دفعة كده للخدمة. وفي الرحلة لما قلت له أنا عاوز أترهبن، قال لي بس ما تروحش فاضي، ادخل الإكريكية الأول. هو اللي وجهني من حب لي. مش مفروض الراهب يطلب اسم معين. وقداسة البابا شنودة يعني هو بيحبه. أول ما دخلت الدير قلت لسيدنا بطل أنا عاوز اسم تيمساوس. ضحك كده لأنه هو عارفني، قال لي حاضر. أم بس ربون رفض، لا الراهب ما يطلبش حاجة لي. بس نيافتك كان في علاقة شخصية. فجيت في الرهبان، راح سيدنا بابا قال تيمساوس. من جت من عند ربنا يعني. هو قصد؟ لا هو قصد بابا شنوطة. قصد لأن أنا طلبت منه، يعني قلت له أنا عاوز اسم كذا، لو ربنا رد بالرهبان وهترهبني يا ريت تديني الاسم ده. وقلت الأنبس ربون أنا عاوز الاسم ده ما تدهوش لحد. مرضيش أنبس ربون، قال لي لا الرهب ما يطلبش اسم ولا حاجة معينة لي. لكن البابا احتفظ بيها وقال نيافتك لما كنت راهب. وبعدين قال لي مبسوط بالاسم؟ قلت له سيدنا. بس على ما يبدو سيدنا ان نيافتك ومثلث الرحمات البابا شنودة الثالث كنا على صلة حلوة قوي قوي مع بعض، وكنت يعني خدمتكم يعني نيافتك كنت بتحبه قوي وبتطلب منه اي حاجة. احكي لنا عن مواقف وحكايات كانت في ايام البابا شنودة حصلت مع نيافتك وعلاقتك دي. اتعرفت على سيدنا البابا انا كنت في اواخر الاعداديه، في 19 مارس 1967، في رسامه ابونا تيمساوس محروس. الانبا مكارس بيحب البابا شنوده، هما الاثنين كانوا اسخف قريبين من بعض، ودعاه في الرسامه. حتى ليها حادثه مؤلمه، لانه الانبا شنوده اسقف التعليم ومدير الكليه الاكريليكيه، جاله تلغراف من احد الاباء الاساخفه يعني بيلومه ازاي يشترك في رسامه كاهن ليس اكليريكي، لانه ابونا تيمساوس ما كانش اكليريكي. والتلغراف جاله في انا في نفس يوم الرسامه. دي ليها حادث. لكن هو اتعرفنا عليه واحنا كنا شباب صغيرين، وما كناش نعرف الاسقف التعليم ده ايه. احنا يا دوبك بنشوف انبا مكاريس ونقعد معاه نسلم عليه ودينا واحد بنبوني ونمشي وخلاص. لكن انبا شنوده فضل يقعد معانا ويلمنا كل اللي عاوز يجي يقعد، سواء في المطرانيه او على سلالم المطرانيه، ويدينا نبذات صغيره. يعني كنا بنبقى في قمة الفرح مش عايزين نروح، وهو يسهر لغاية الساعة 2-3 الفجر، ونفضل نسأل في الأسئلة. يعني من صغرك سيدنا. دي أول مرة اتعرفت على البابا شنوده. وبعد كده سألناه طب احنا لو عايزين نتواصل معاه، ما كانش فيه تليفونات، حتى ما كانش عندنا تليفون في البيت، نتواصل ازاي؟ فكتب لنا العنوان الكليه الاكريليكيه، وانتوا لما تيجوا مصر اشوفكم. بس شفناه بعد كام سنه. لكن كنا نتواصل بالجوابات، كنا نبعت له جوابات ويرد علينا. وخد اسماء مجموعه، كل ما يطلع كتاب يبعت لنا هديه. الكتب دي كتب صغيره: القيامه، الصليب، اسبوع الالام، مش عارف ايه اللي كانت بتطلعها
الكلية الإكليركية. ولما فكرت في رهبنا وابونا وجهني للإكليركية اداني جواب لسيدنا البابا، ما كانش لسه اترسم بطريرك. فجيت وقلت له انا من كنا نحضر معاك لما جاء مرة تاني، انا برضو كنا بنكرر الحكاية دي ونخليه يقعد يسهر معانا. قلت له انا خلصت ثانوية وعز الإكليركية وابونا تمساس بيسلم على نيافتك، فرح قوي وبعتني لابونا نصاصي وقال لي خلاص روح ابونا نصاصي هيشوف لك مكان ودي ورقك للاستاذ مكاري السكرتير. ومن هنا كل ما كان يشوفني تعالى بتاع انا ازيك عامل ايه لغايه لما اترسم بطريرك. بعد كده جه زياره تاني، انا كنت في الاكليركيه قبل الترشيحات قبل ما يبقى بطرك، جه انا زياره وانا عرفت انه في الانبشنوده جاي نهضه يومين ثلاثه. ففضلت اسال، عرفت انه حجز في قطر بالليل الساعه 8 بالليل، فانا رحت حجزت في نفس القطر من غير ما هو يعرف. هو كان حاجز له اوضه نوم كده وانا كنت قاعد في الدرجه الثانيه، لغايه لما عرفت الاوضه بتاعته وجيت وقعدت قدامها. هو ما خرجش، اول ما وصلنا البلد انا مشيت وجريت ونزلت، كنت بودعه في القاهرة بس لقاني قال انت جيت ازاي؟ قلت له جيت معاك في القطر. فدم لان اتعلقت بيه من حبي ليه طبعا، يعني لانه كان بيتعامل معانا مش كاستاذ ولا اسقف اب، يعني المكان اللي لقينا في الإكليركية بنذاكر نلاقي جايب لنا شوية برتقان، عنده شوية سوداني يجيبهم خد السلو فيهم كده يعني. واحيانا لما نلاقي خمسة ستة سهرانين كتير يجيب سندوتشات نجف، كل واحد سندوتش خده بقى اكيد جعته. فكان بيشعرنا بالابوة واحنا كنا نتعامل معاه كأب. ولما شافني ما رضيش اقول له انا رايح الانبا بشوي، شافني في الانبا بشوي كان بيعمر في البرموس وخد انبا موسى وابونا انطونيس وخد كذا واحد وخد انبا بنيامين عشان يعمروا في البرموس. فقال لي ايه رايك تروح البرموس؟ قلت له انا مبسوط في الانبا بشوي. قال لي خلاص خليك. فما كناش نخاف ولا نتكسف يعني، لانه قال له واحد تاني قال له حاضر اللي تشوف انا عزة رهبن، فاخد ودى البرموس. فكنا نتعامل معاه كأب وبحريتنا كنا نعبر عن اللي عاوزينه، فده طبعا شيء يسعد الخادم ويسعد المخدمين ان اللي بيتكلموا معاه يتكلموا كده بثقه ومن غير قلق ومن غير خوف. هو صح سيدنا كان مرشد وأب كبير قوي لكتير. بس ايه المواقف كمان يا سيدنا اللي نيافتك كنت لما نيافتك كنت اسقف كمان؟ كانت اكيد في مواقف مع مثلث رحمات البابا شمول الثالث. هي مواقف كتيرة عايزين حبة منها. ممكن الموقف اللي اثر فيا كان في عملية هتتعمل في ظهري، واتفقت مع طبيب شاطر وناجح وحلو مصري، فأنا بعد ما اتفقت مع الدكتور وكمان حتى اللي معاي دفع نص الرسوم عشان المستشفى تجهز نفسها، فعادي باخد بركة سيدنا واحد هيعمل عملية ولازم يصلي لي. فرحت أقول له أنا هعمل عملية بعد 4 أيام صلي لي. كان هو مسافر أمريكا يعني بعد كام يوم مسافر أمريكا. قال لي عملية إيه؟ قلت له فين؟ بعد كده لما لقاها في الظهر وحساسة قال لي لا ده اتفقنا على كل حاجة. قال لي معلش سيب الاتفاقات دي،
اللي عمل لي العمليه كان هو عمل عمليه في ظهره. اللي عمل لي العمليه راجل حلو وشاطر واعرفه وانا رايح امريكا تعالى معايا. اب ده انا ما أب. مش مجهز خالص. الكلام ده كان يوم اربع وسيدنا كان مسافر غالبا السبت. انا كان عندي جواز سفر ويعني الفيزا ما كانتش فيه بس قال لي أنبا يؤنس اعمل حساب أنبا برأ معاكم هيسافر معانا امريكا. وسيدنا كان مسافر بطياره الاستاذ أنسي سويلوس ودي كان عددها سبعه. أنبا أنس قال له طب يروح مكان مين؟ حاولت معاه قال لي لا وخلى أنبا أنس يخلص الاجراءات بسرعه وسافرت فعلا وبعت للطبيب بتاعه وقال له ده ابني زي ما انت بتهتم وكنت بتهتم بيا انا عايزك تهتم بيه. او تاني واحد شفته بعد العمليه قال لي الاوضه يعني في نفس المستشفى وهو سكن وكان سيدنا في نفس المستشفى. دي طبعا يعني من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا طبعا لانه بابا الكنيسة وهو اصلا رايح تعبان وبيعمل عملية ويجي ويزور يعني يكفي اللي عمله لغاية كده كفاية كمان يجي ويطمئن ويشوف بنفسه يعني. وكل شيء كان بيسأل صحتك اخبارها ايه ولو ما لقيني اتأخرت يقول له روح اعمل مراجعة مع الدكتور. فده من الحاجات برضو اللي أثرت في نيافتك قوي. يعني طلبت علايا من سيدنا ان انا قبل ما اروح ابو ظبي نفسي اعيش راهب في حته منعزله ويعني انا مش بتاع مغاره ما اقدرش اعيش في مغاره وفي نفس الوقت مش عاوز وسط الدير وقلالي جنب بعض. فاداني قطعه 10 افدنه في الدير اتعملت فيها قلايه من اكبر القلالي في الدير في الانبا بشوي وانبا سربون هو انبا كتير فيها وما زالت موجوده محاطه بالاسوار ومزروعه كلها اشجار يعني لما بروح الدير ببقى مش عاوز ارجع. والفتره اللي فاتت كان نفسي اعيش فيها بقيه حياتي وطلبت من قداسه البابا تودروس واخيرا وافق لي وبعد كده حصلت بقى يعني انه لازم ارجع. لكن كنت اتمنى انك تكمل هناك اكمل هناك على اساس صحتي خلاص ما عادتش تقدر تدي فندي فرصه للشباب اللي يقدر لكن ربنا اراد ان ارجع تاني يعني اراد ربنا. بس لما بروح القلايه دي بفرح بيها على طول صوره سيدنا بابا ذهني وقدامي لانه لولو هو الدهاني ما كنتش هقدر اعمل كده. وعلاقتك يا سيدنا البابا تودروس كمان الايام دي؟ طبعا انبا تودروس يعني حبيبي وهو يعني يحب الفيوم ويحبني ومن اكتر الابرشيات اللي كان يزورها انبا تودروس يعني ما كانش يروح حته تاني. ده لانه هو ما تعودش على الصعيد ومعاش في الصعيد وكان كل خدمته فوق بحري بس كان سنه وسنه لازم يجي الفيوم عندي. ومره قلت له ما تيجي نروح الصعيد وخدته رحنا الانبا لوكاس قلت له احنا جايين لك بقى وشوف لنا اجتماع فرح انبا لوكاس. اتكررت برضو مع نيافة الأنبا بيمن في صداقة بيني وبين أنبا بيمن وأنا اللي كنت رشحت نيافة الأنبا بيمن لنقادة لأنه كنت النائب الباباوي. فأخدت ورحنا نقادة كان أنبا بيمن دعيني في نهضة القديسة فيرينا في جرجوس. قلت له تعالى أنا أوريك بلد عمرك ما شفتها. وقعدنا يومين هناك وخدم اليومين يعني في علاقة حب بينها وبينه. وفي اسكندرية بنعمل كل سنة
مؤتمر لشباب الجامعة في اسكندرية، فكان لازم يعني سيدنا أنبتودروس واحد من ضمن الآباء اللي حاضرين، وما زالت نشكر ربنا وربنا يديله الصحة، وهو محبته كبيرة شاملة كل أولاده مش بس إحنا. أمين يا سيدنا. شكراً. عايزين سيدنا نصيحة لكل الشباب والكل اللي بيسمعونا النهاردة، نصيحة صغيرة لينا تفيدنا في كل حياتنا. بنشوف تغييرات كتير في الأفكار، وناس كتير بتستغل ظروف وتحورها زي ما هي عاوزة. أنا بقول للشباب يتمسكوا بكنيستهم ويتمسكوا بثقة في أبائهم. تسمع كلمة عن أبونا فلان لما تتأكد بنفسك، ومفيش ساعة تتأكد أصلا، لكن تسمع كلمة عن أنبا فلان، عن سيدنا، عن فلان، عن الكنيسة، دي كلها محاربات لتعطية الخدمة. من فضلك دور على أبديتك أهم حاجة، وحافظ على كنيستك وحافظ على خدمتك، وما تفتحش أبواب معصرة ليك وتتعبك في كنيستك. ونخلي بعض نشوف بعض الشباب يسيب الكنيسة ليه؟ لأنه الكنيسة فيها لا، ده كلام مساحة، ده الشيطان عايز يبعدك عن كنيستك. كنيستنا قوية، كنيستنا مليانة قديسين ودماء الشهداء اللي رووا كل أرض مصر. مش ممكن تضيع. يعني تمسك بالكنيسة. طبعا ده أهم حاجة. تمسك بالكنيسة. وتمسك بخدمتك. احنا جينا سيدنا لآخر يعني لآخر حلقتنا النهاردة، وكان وقت جميل، وقت عظيم. احنا سعداء بيكم. بالمعلومات. وآسف لتعبكم وتحملكم المشوار ده كله، لكن سعداء. احنا خدنا بركة كبيرة سيدنا، كفاية وقت نيافتك لينا. لا أنا. ده كفاية سيدنا. مرسي مرسي لمحبتكم. مرسي خالص سيدنا على النهاردة، وخدنا بركة نيافتك كتير. شكرا ليكم، واولا اشكر نيافه الانبا بطرس لمحبته وارساله كل الاجهزه، وسمح لكم بانكم تيجوا تعملوا هذا اللقاء. وبنشكر سيدنا البابا لمحبته والنهضه اللي بتكبر في عهده وتكبر اكتر واكتر، وشكرا لحضرتك وتعبك. اخذت ورقه كبيره سيدنا وكل اللي عملتيه. شكرا ليكم. شكرا أعزائي مشاهدي قناة أغيبي في كل مكان، استنونا المرة الجاية وفي سلسلة جديدة وحلقة جديدة من لقاء الأجيال.